بسم الله الرحمن الرحيم. لتقسيم سطح، كل اللي انا المفروض ان اعمله اعمل سيلكت على السطح اللي انا عايزه، سواء ده او دوت او اي سطح، واجي هنا اقول له ديفايد سيرفيس، هيبدا يقسم لي السطح زي ما احنا شايفين. طيب لو انا عايز اغير التقسيمه ديت مفيش مشكله خالص، هاجي هنا اليو جريد بيقول لي انت عايز تقسمهم عن طريق ايه. ممكن اقول له مثلا بدل ما هم 12 خلوهم لي مثلا 6، تمام. طب بدل ما ال V بدل ما 12 خلوهم لي 5، تمام. فظهر التعديل بتاع التقسيم، خليها 2 مثلا، تمام، عشان تبان اكتر. ايه تمام. ممكن اقول له انا مش عايز فيكسد نمبر، ده انا عايز بمسافة معينة، تمام، واكتب له هنا المسافة مثلا 40، تمام. طيب لو انا عايز اغير الشكل دوت، يعني المربعات ده انا مش عايزها، تمام، باجي هنا من الخصائص اقول له بدل بروبرتيز ديت انا عايزها على شكل مثلا اوكتاجون، ده اتغيرت معاه بالشكل دوت. طيب بس انا عايز اخليها فيكسد نمبر مثلا 30 مثلا، وده برضو خليها 30، اي ظهرت معايا بالشكل الجميل دوت.